هنتكلم عن البيدياتريك سيرجري. هي تقريبا كلها مهمة، في حاجات بسيطة بس اللي هنشيلها او هنقول ان هي ايه مش مهمة تتفكس يعني. بس اول درس اللي هو النيوميتر ريسبيراتوري ستريس مهم جدا، وتعرف برضو ايه بيجي سؤال دايما يقولك انيميريت 5 كوزز اوف ريسبيراتوري او نيوميتر ريسبيراتوري ستريس وديسكاس وان اوف ذيم، فده ايه مهم جدا. تمام، الحته بتاعت الفاكتور دي مهمه. شايفين يا شباب صفحه 120 في حاجات في الصور اللي هي البوليداكتلي والسيندكتلي والهايبوبلاستيك سامب، الحاجات دي مش مكتوبه فوق، الحاجات دي بيجيبوها في الاختيارات. تمام، بيجيبوها في الاختيارات والناس ما بتبصش على الصور، فخلي بالكم الصور اللي تحت دي ان الحاجات اللي مكتوبه هنا دي مش مكتوبه فوق. ماشي، التايبس طبعا مهمه جدا، الدرس كله مهم الصراحه. كذلك قلنا زي ما قلنا، كذلك برضو الكونجنتال ديافراجماتيك هرنيا، كان في كده تسجيل منتشر ايام الدفعه شرحه اللي هو الدكتور رئيس القسم، حلو جدا وهتستفيدوا منه جدا، وهت بعد ما تذاكروه يعني مش هيفضل في دماغكم يعني، فاسمعوا المحاضره دي او كان راوند مش فاكر يعني ايا كان. ده الدرس الثاني بتاع النيتر سنه بصراحه مهم جدا برضو، بس الحلو فيه ان في ستامبه، يعني انت مثلا ايه هتحفظ كلينيكال بيكتشر ثابته اللي هي ايه، اكتبوها كده اللي هو 2C 2D 2V 2C اللي هم ايه كوليك وكونستيبيشن، 2D ابدومينال ديستنشن وايه ديهايدريشن، 2V فوميتنج وفيزابل بريستاليس. بس في حاجات بقى تعدل في كل حاجه، يعني انت مثلا هنا في اللي هو اول واحد ده اللي هو بتاع الديدينال اللي هو الديدينال اوبستراكشن او الديدينال اتريجيا، مفيش ابدومينال ديستنشن، فهتشيل ديستنشن تكتب مكانها ايه سكافويد ابدومين. انت هتحفظ الست حاجات دول وايه وتعمل تبديل وتوفيق عشان ايه ما تقعدش في كل مره تدخل المعلومات في دماغك على اساس ان هي حاجه جديده وتتلخبط، فانت تحفظ دول وتثبتهم وتغير فيهم حاجات ايه حاجات بسيطه. تمام، برضو كذلك في الانفستيجيشن هتكتب ايه لاب، هتكتب روتين لاب وتكتب الحاجات بتاعتنا اللي هم ايه السي بي سي والبلاد كيمستري والكواجليشن بروفايل والرينال فانكشن تيست والليفر فانكشن تيست، وهتكتب ايه معاه اذرز اللي هم ايه الاي بي جي. تمام، بتشوف بقى الاسيدوز الكالوز على حسب بقى، وبتكتب بقى الحاجات دي ثابته في كل حاجه، وبتكتب بقى يعني انت الحاجات دي ثابته وانت بتكتب الفايندنج بتاعت كل حاجه، بتاخد الفايندنج بتاع كل حاجه. تمام، بس الحاجات دي ثوابت. في الايمجنج عندك اكس راي مع كونترست، تمام، اللي هي باريوم انيما مثلا باريوم ميل او فول ثرو او كده، وعندك الترا ساوند سواء بقى هيوريك بايلوريك او انتسوسيشن او الدبل بابل ساين على حسب انت ايه بتشوف فين برضو. تمام، وبتحفظ مع كل واحده هل في ايه، هل في اختلاف ولا لا. يعني انت مثلا في الاكس راي مع الكونترست في الاستومك بتشوف حاجه اسمها ايه سنجل بابل ساين، في الديدينم دبل بابل ساين، في الجوجنم او الاليوم مالتيبل اير فلويد ليفل، في الكولوم بتشوف ايه ديستندد ايه ديستندد باول لوب. فانت بقى ايه انت هتحفظ الحاجات دي او هتثبتها في دماغك، وجالك اي سؤال بقى سواء ديدينال اتريجيا سواء انيولار بانكس اي نوع من انواع الحاجه مثلا، انت عارف الحاجه دي مثلا بتسد ليه الديدينم، انت ممكن انت مش مذاكر تحل السؤال، انت عارف ان انت في الديدينم مفيش ابدومينال ديستنشن، فهتكتب كل حاجه في كلينيك بيكشر معادله ابدومينال ديستنشن هخليها سكافويد، هتكتب ايه اللاب بتاعنا والايمجنج هتقوم جاي كاتب ايه اللي هي الدبل بابل ساين. تمام، انت بقى مش عارف الالترا ساين يعني مش هتجيب الدرجه النهائيه بس هتحل ايه الحاجه. تمام، كذلك في المانجمنت بيتقسم لجزئين، جزء بري اوبرتيف وجزء ايه اوبرتيف. الجزء الاوبرتيف ده اللي انت هتذاكره لان كل واحده مختلف عن الثانيه. الجزء بقى اللي مش مختلف الثابت قصدي اللي هو الانيشال تريتمنت او اللي هو البري اوبرتيف اللي هو ايه خمس حاجات، هوسبيتاليزيشن 2 ان 2 اي في هوسبيتاليزيشن ناثينج بيروس ونيزوجاستريك تيوب اي في فلويد واي في اي انتيبيوتيك. يعني لو السؤال عليه 10 الكلام اللي فوق بيبقى عليه 5 درجات والتريتمنت عليه 5 درجات، درجتين ونص على البري اوبرتيف ودرجتين ونص على العمليه اللي انت مذاكرها. تمام، فانت ايه الحاجه يعني انت احنا كده ثبتنا حاجه كلينيكال بيكتشر، ثبتنا انفستيجيشن وبنغير بس في الفايندنج، حتى ثبتنا حاجات في الاكس راي مع الكونترست وبنختار بقى على حسب اللي احنا الحاجه اللي جايه لنا، وثبتنا برضو ايه الانيشال ايه تريتمنت او البري اوبرتيف تريتمنت. تمام، في حاجه ثالثه برضو في الانفستيجيشن بس اقولها معانا اذرز. لو انت مثلا وانت بتذاكر عارف مثلا في كده حاجه اسمها فاكتريل، دي بتبقى اسوسيشن كده كونجنتال انوميلي اسوسيشن مع الحاجه المعينه، لو انت عارفها بتكتب معاها بقى شويه الحاجات دي. لو الديزيز ده بيجي معاه فاكتريل تقوم جاي كاتب ايه سيرش فور اذر ايه كونجنتال انوميليز، هنعمل ايه ايكو على القلب الترا ساوند ابدومن، وهنعمل ايه جينيتك ايه كونسلنج. تمام، خصوصا مثلا في ايه في اللي هو الدين الاتريجيا ده عشان بيبقى داون سندروم مثلا. انا بديكوا امثله بس انت ايه بتثبت اسطمبه كده وتقوم جاي ايه بقيه الدرس قالب عليها مثبت عليها ايه الاسطمبه كده. تمام، كذلك بقى المارتيشن ده جانا في الامتحان. العمليه بتاعت اللادز بروسيجر دي جات لنا سؤال ام سي كيو انا فاكر، وكان في ايه لخبطه كده. الابندكتومي يا جماعه دي بلس اور ماينس، يعني هي ايه مش مهمه، يعني هو ممكن يحط لك مثلا هقول لك يحط لك السؤال اللي جاء تقريبا
all of the following are part of normalized procedure except, وهيحط لك untwisting, وهيحط لك division of the obstructing lap band appendectomy, وهيحط لك بقى حاجة هي مش مكتوبة هنا, widening أو broadening للإيه للميزنتري. دي صح. فانت هنا الإجابة except إيه, except appendectomy. لأن appendectomy دي إيه مش مهمة, تمام؟ يبقى هي ايه لو جت اكتبوا جنب الابندكتومي بلس اور ماينس عشان هي مش مهمه, وزودوا وايدنينج اوف ذا ميزنتري. طيب برضو كان في الكلام اللي انا بقوله لكم ده كله كان قال لنا الدكتور يعني مدرس مساعد في القسم, برضو كان قال لنا لما تلاقي اي كيس طويله كده عريضه وجاي لك العيان ببلز فوميتنج ويجي يقول لك ايه الفيرست بروسيجر او ايه النكست ستيب, دايما اجابه الفيرست بروسيجر او النكست ستيب دي بتكون ايه ريسوسيتيشن, تمام؟ بتكون ايه حاجه يعني دور في الاختيارات على حاجه تدل على الريسوسيتيشن, تمام؟ بس بقى بقيت الدرس خلاص كملوا بقى على نفس المنوال كده. برضو عايز في الميكونيوم الياس دي في حاجه سؤال بيجي ترور فولس, لو جه اصلا ما اظنش بيجي ترور فولس. المهم almost all cases of meconium ileus associated with cystic fibrosis, ده صح almost all. لو قالك almost all ده صح, لو قالك all بيجي بسيستك فيبروزس ده غلط, لا لان في 10 او 20% مش بيجوا, تمام؟ يبقى almost all of meconium ileus associated with cystic fibrosis, دي صح. all لا مش كلهم, في ايه عدد قليل 10 او 20 مش ايه مبقاش معاه, تمام؟ ايه تاني؟ النيونيتال نيكروتايزنج انتريكولايتس ده مش درس مهم, ده تعرفوا فيه بس ان الموست كومن سايت هو الاليا وبعد كده الرايت كولون, وان هو بيكون جاز فورمينج اورجانيزم والعند بيكون عنده معاه ايه بلودي ستول, تمام؟ وفي ستيجنج اسمه ايه بيل ستيج. تعرفوا برضو ان هو بيعمل حاجه اسمها صفحه 140 مكتوبه فوق في السطر الثالث نيماتوزس انتستينالس, دي بتيجي ايه ام سي كيو. بس في العمليات انت بتعمل ايه, بتعمل ريسكشن اوف ذا جانجرينس بارت وبتعمل ايه اليوستومي, ده اللي تعرفه في الدرس يعني مش في الحته اللي ده بطنه يعني, تمام؟ اقروه كده في السريع. بس صفحه 147 ده السؤال ده جه السنه اللي قبلين ديفرنشال دياجنوز اوف بيلاز فوميتنج, يعني اكتبوا بقى الجدول ده او الصفحه دي لان في ناس بقى قعدت تكتب الدروس كلها ومش عارفه تكتب ايه وتكتب ايه, ساحوا وضيعوا وقت في السؤال, جم على وقت اسئله تانية وما خدوش درجتهم في السؤال ده. فانتوا لو جه السؤال ده بتكتبوا الصفحه اللي هي ايه 147 دي, الصفحه دي مهمه جدا, تمام؟ من انه ريكتال انوميليز مهمه برضو, وهو معظم الحاجات مهمه في الاطفال يعني مهمه جدا, تمام؟ في بقى يعني ايه هو يعني هم مثلا هنا بيتوسعوا ساعات شويه ايه في شرح العمليه, انت ما تلكش دعوه بالكلام ده, انت تعرف اسم العمليه بتتعمل عند سن كام وهل ليها بري اوبراتيف بريباريشن ولا لا. بس زي هنا مثلا في بري اوبراتيف بريباريشن اهو ده هتكتبه. السيرجيكال بقى انت بتكتب ايه اسم العمليه وبتعمل عند سن كام, شرح العمليه نفسه انت يعني اقراه كده لنفسك, انما انت مش هتكتبه طبعا, مش هتلحق تكتبه ومش هتعرف تكتبه, تمام؟ بس بعد كده اللي هو الهيرش سبرونج ده مهم جدا جدا, وبيجي طبعا في امتحان اوس بي بيجي فيه صور كتير في اللي هو اخر امتحان خالص ده اللي هو بتاع الكمبيوتر, تمام؟ كله بقى مهم, كله مهم جدا, تمام؟ برضو بقى ايه شايفين الصفحه اللي في المانجمنت ده تحت, هي دي الصفحه ده اللي انت بس اللي تذاكره, لف ورا بقى هو ايه شارح بقى كل عمليه بتعمل ازاي, انت مش يعني سواء انت فاهمهم او مش فاهمهم مش تكتبهم في الامتحان لان هم لا يغني ولا اسم من جوه, انت ممكن تقراهم مثلا ايه بعينك كده تعرف هم بيعملوا ايه عشان لو جت سؤال ام سي كيو ولا حاجه, انما غير كده لا ما تقعدش تضيع وقتك وتقعد تحفظه, انت بتحفظ اللي هي صفحه 157 اللي تحت ده البري اوبراتيف والاوبراتيف بتعمل ايه, تمام؟ اسامي العمليات بقى انت بتكون عارفك اسم, تقرا بقى الايه الحاجات دي لنفسك كده عشان لو جت مثلا ام سي كيو او كده, انما انت مش هتكتبها في الامتحان مش هتلحق اصلا, تمام؟ بس فاي عشان ما تحرقوش فيها جاز يعني. الفانكشنال ده ايه طارق ده مش مهم, ده اهم حاجه المقارنه اللي هو بين الهيرش سبرونج والفانكشنال كونستيبيشن دي مهمه, تمام؟ الانفانتايل هايبر تروفيك بايلوريك ستينوزس مهمه جدا جدا جدا, تمام؟ يا جماعه دي مش كونجنتال انومالي, دي اكوايرد, البيبي بيتولد طبيعي وبيحصل له مشكله نتيجه هايبر ريسبونس للميلك اللي هو بياخده من امه فبيحصل هايبر تروفيك, دي مش كونجنتال عشان ما يجيش يقول لك اولز فولو ان كونجنتال ديز اكسبت ويحطها لك فانت تختار دي لان هي مش كونجنتال, تمام؟ مهم جدا جدا الدرس ده برده جدا.
العمليه واسمها برضو زي ما انت فاهم، بتعرف اسم العمليه وبتعرف يعملوا ايه. الخطوات نفسها مش هتفيدك في حاجه يعني، انت تعرف اسمها وخلاص، تعرف ان هي ممكن تعمل اوبن، ممكن تعمل لابروسكوبك وخلاص، تكتب الاسامي وتكتب بوست اوبراتيف بري اوبراتيف، لو معاك وقت تكتب الكومبليكيشن وخلاص. تمام. البليدنج بريكتم برضو اللي هو الانتسسبشن مهم جدا جدا جدا، تقريبا محاضره رئيس القسم يعني، فيتذاكر كويس جدا. بس تعرفوا طبعا السكندري ايه الحاجات اللي بتسبب سكندري انتسسبشن، كل حاجه بقى فيه مهمه، كل حاجه فيه تتذاكر كويس. والحته بتاعه الانفستيجيشن تتعمل كويس برضو، لان هم بيسالوا فيها وبيسالوا فيها ام سي كيوات كتير، والتارجت ساين. تمام. بس كله بقى زي ما اتفقنا كله بيتذاكر كويس. الميكل زي فيرتيكلم ده انتوا هتذاكروه في الجي اي تي، فايه فاكس يعني، عايز تذاكروا ذاكروا، مش تذاكروا ما تذاكروش. ممكن تقراوا من هنا، بتاع الجي اي تي مش مكتوب حلو، فهنا مكتوب احلى. هعرفوا الحته بتاعت الرول اوف تو دي اللي هي 2 فيت 2 انش 2 ايه، اكتب التيشو. تمام. ده كده ايه اول 6 شابتر. بعد كده بقى الابدومينال وول ديفكت، ده درس ايه رخم جدا وصعب جدا بصراحه، بس هو تقريبا الدكتور اللي هو رئيس القسم الجديد، انا معرفش ده هل الكلام صح ولا لا، هو تقريبا اللي حط المحاضره دي، فانتوا تاكدوا هل هو اللي اداها ولا لا. لو اداها يبقى الدرس ده مهم جدا، لو ما اداهاش بصراحه احنا معظمنا كان بيسيب درس لان هو صعب. بس كنا بنعمل بقى ايه يعني، بنعمل ايه في مقارنه كده صفحه 183 مهمه دي، ذاكروها كويس، ذاكروها كويس جدا. يوم ما هيجي لك اي سؤال في الحته دي، هيجي يا اما في الاكزونفلس او الايه الجاستروكيزس، هتكتب بقى الكلام ده في المقارنه. بس كده. كان في ناس برضو مزوده على المقارنه من الكلام اللي تحت اللي هو بتاع الكي بوينتس ده، فانتوا اعملوا ايه الصفحه 183 دي ذاكروها كويس. بقيه الدرس بصراحه يعني ايه، اللي عنده وقت يقراه يقراه، اللي ما عندوش مش مهم قوي يعني، وما جاش فيه اسئله الحمد لله يعني. بس المقارنه مهمه، المقارنه مهمه جدا فذاكروها. اللينجوينال كوس كولينج، اللينجوينال هيرنيا مهمه، بس هي مهمه كهرنيا يعني، هي ممكن ما صعب تيجي سؤال، بس هي ايه ذاكروها لانها هرنيا يعني. برضو زي ما قلنا صفحه 187 بصوا كاتبين ايه كل ايه في العمليه. لا انت بتعرف ان هي ايه، انت بتعمل اوبن هرنيوتومي وبتعمل اكسجن للساك وخلاص، ده اللي انت بتعرفه. تمام. ما بتقعدش بقى تذاكر كل ده، انت كل ده انت تقراه لنفسك ماشي، انما ان انت تكتبه في الامتحان لا طبعا مستحيل، مش هتلحق. تمام. الهيدروسيل مهم، الهيدروسيل مهم، الهيدروسيل مهم لان في حاله هيدروسيل بتيجي في فاينل لحد الراجل كبير في الكلينيكال، وما بيبقاش عندكم معلومات من اي حته، فاقراوا من هنا فيها ايه شويه معلومات كويسه كده، فاي ذاكروا الهيدروسيل. وممكن بيجي فيه ام سي كيوهات برده في الاطفال. تمام. الكريبتور كويديزم ده جالنا سؤال في الفاينل اي سي السنه اللي فاتت، وكان سؤال تقيل يعني، وكان جايبين له صفحتين كبار قوي كده، كان مانج اندرستاندينج تيستيكل بس، فده مهم جدا جدا، المانجمنت بتاعه مهم جدا، هو تقيل شويه بس مهم، مهم تعرف الكلاسيفيكيشن، تعرف ازاي تفرقهم، وتعرف الكومبليكيشن، تعرف الانفستيجيشن اللي بتتعمل كلها. تمام. وتعرف المانجمنت بنعمل ايه وبنعملش ايه. بس برضو زي ما قلنا ما تطولش على نفسك باسامي العمليات، انت مثلا ميديكال هرمون ثيرابي دي هتكتبها كاسم، وتعرف مثلا بندي كذا وندي كذا، مش هتكتب كل ده فاهم. بس ايه الايم اوف سيرجري، التكنيكس كده، السيرجري اسمها كذا وبنعمل كذا وكذا، في بقى ايه الحاجات اللي مكتوبه 1 2 3 4 دي ركز عليها اكتبها، هو هيدور عليها هيلاقيها قدامه هيديك الدرجه. ما تقعدش تسيح بقى الدنيا وتكتب كلام كتير، لا انت بتكتب مثلا ايه والله الابروبريت تايم، تقوم جاي كاتبه الميديكال ثيرابي. تمام. تقوم جاي كاتب كلمتين بس او سطرين كده، بعد كده الايم اوف سيرجري، امتى نعمل السيرجري، ايه التكنيك، وفي التكنيك ده تكتب ايه الاربع حاجات اللي تحت دول. تمام. كتبت الاربع حاجات اللي تحت دول، بعد كده تقوم جاي كاتب ايه الحته بتاعت الفيكسيشن وخلاص كده. كده انت ايه ده البالبابل، لو ايه بالبابل هتكتب الحته ايه، هتلاقي خمس حاجات مكتوبين بالترتيب كده، اكتب الخمس حاجات دول بالترتيب، بترتيبهم كده بس، وتقوم جاي ايه كاتب كلمتين بالظبط في الحته بتاعت الفاور سيفن تكنيك بس. كده الدرس خلص، كده انت اجابتك خلصت، خلصت البالبابل والام بالبابل، فاضل لك جمله واحده بتتكتب ان انت بتعمل ايه اوركايكتومي لو كان في حاله ايه اتروفيك تيستس بس. كده الدرس خلص، كده قصدي الاجابه خلصت. تمام. لان انت هتكتب حاجات كتير، هتكتب كلينيكال بيكشر، هتكتب انفستيجيشن، هتكتب اكزامينشن، وهتكتب في التريتمنت، والتريتمنت كبير، فحاول تنجز عشان ما تضيعش في السؤال وقت، ده لو اتكرر يعني. المهم السؤال ده جالنا في ايه، ذاكروه كويس، وزي ما اتفقنا ما ترغيش كتير. والفاريكوسيل برضو كده، هي صفحه يعني مش مهم، في ايه ذاكروها. تستكر تورجن مهم لان هو يعتبر اكيوت ابدومن، مهم جدا تستكر تورجن. نسيبوا الهايبوسبيديس كده، نروح للتيومرز.
التيومرز بتذاكر منها اتنين بس، الويليمز تيومر ده ممكن يجي اس يعني، النيوروبلاستوما ده جالنا فيه سؤال ام سي كيو في الستيج، كان السؤال اللي جاب حتى كان ستيج 4 اس، ده يعبر عن ايه فقروا يعني، بس الباقي كله ايه فيكس من اول التراتوما فيما طالع ايه فيكس. انت بتذاكر بس الويليمز تيومر والايه والنيوروبلاستوما، تمام. الهايبوسبيدياس بقى، الهايبوسبيدياس نفسه درس مهم، تمام. بس انت في حاجات بقى في الاول ده ايه، في كلام كتير عن الامبريولوجي والفسيولوجي وكده انت مش هتسأل فيه، بس انت لو ما قريتهوش مش هتفهم حاجه، فانت تقرا الحته دي اللي في الاول كده، تمام. بعد كده تعرف الكلاسيفيكيشن مهم جدا، ممكن يجي اسي. الاسوشيشن برضو مهمه جدا، تمام. والاسوشيشن الكونجنت انوبلي مهمه، هو الدرس كله مهم بصراحه. كومبليكيشن كذلك. التريتمنت بقى، فالتريتمنت هتعرف برضو الاوبتيمال ايج، ان في حاجه اسمها تنشن فري ريبير السنجل والمالتي ستيج بس، وتعرف بقى ايه التكنيكس اللي هي اورثوبلاستي اريثروبلاستي جرانيولوبلاستي وسكين كفرنج ايه تكنيك، تعرف من كل حاجه ايه كلمتين ثلاثه كده وتكتب عليهم. بس الباقي ده كله بقى اللي هو الصفحات اسامي العمليات وبتاع، انت هتعرف ايه في جدول تحت كده اهو. اعرف برضو الحته بتاعت اللي هي في نص الصفحه اللي بتاعت نيفر دو سيركمسيشن دي ايه، اعرف ليه ماشي، دي مهم. بعد كده في جدول تحت ده لو انتيريور وبوستيريور وكومبليكيتد، اعرف من كل واحده ايه اسمين بس، مش هتعرف تحفظ كل ده يعني، تحفظ من كل واحده ايه اسمين. مثلا هنا عندك تيبو ماسيو ايه ومجبي، وتيبو دي ثابته في كل، فانت ثبت لك واحده واحفظ لك الثانيه ايه من الحاجات الثانيه، تمام. بس والباقي كله ايه فيكس لغايه بس الكومبليكيشن في الاخر. الكومبليكيشن ايه مهمه، تمام. كان في سؤال ام سي كيو الموست كومن كومبليكيشن هي ايه، رقم 2 اللي هي يوريثرو كوتينيوس فيستر، دي الموست كومن كومبليكيشن. بس ده كده الاطفال. كان في برضو سؤال تاني بيجي ام سي كيو، ايه الموست امبورتنت فاكتور يعني ان احنا نختار امتى نعمل العمليه، اهم حاجه السايز اوف ذا بينس هو اللي بنحدد على اساسه هنعمل العمليه امتى. بس ده كده الاطفال، زي ما قلنا اهم حاجه اول اللي هم ست شباتر دول مهمين جدا، بعد كده الكريبتوركايديز مهم جدا، اول ست شباتر في الغالب هيجيب منهم سؤال، وبعد كده السؤال التاني في الغالب ممكن يكون كريبتوركايديز، ممكن يكون ويليام ستيمر وهكذا يعني. بس زي ما قلنا في الابدومينال وورد افكت ذاكروا المقارنه، ذاكروها كويس، والباقي اقروا كده على السريع. بس اول ست شباتر مهمين جدا. بس ده كده ايه البيدياتريك سيرجري.